أول حاجة صباح الخير، إزايك عامل إيه؟ كله تمام؟ ده إهدأ لأعز الناس، ممكن طلب بسيط؟ ابعت ده لكل اللي في الواتساب عندك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من فضلك، النهاردة سنهدي رسولنا هدية، وبمناسبة مولده الشريف، 10 ملايين صلاة، نهر أحلى من العسل، أبيض من اللبن. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن سمع اسمي وصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خلي القائمة اللي عندك تضيف بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل تذكرتي صدقة لي ولأمي ولأبي ولأهل بيتي ولكل من أرسلها وما توقفهاش عندك. الله يرزقك يا رب إن شاء الله زوجة صالحة وأولاد صالحين. يا رب يرزقك من جميع خيرات الله. وقول ورايا، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة صباح الخير، إزايك عامل إيه؟ كله تمام؟ ده إهداء لأعز الناس، ممكن طلب بسيط؟